بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي كل من يشاهدني على هذه القناة، معكم الدكتور مجدي سعيد. أنا حاليا أستاذ التشريح بكلية طب طنطا، أستاذ متفرغ بعدما كنت رئيس القسم حتى العام الماضي. توليت مناصب كثيرة في مصر والدول العربية منذ عام 1994 بعد حصولي على الدكتوراه بسنة، وطفت في جولة طويلة استمرت ما يقرب من 20 سنة حتى عام 2014. زرت فيها واشتغلت في جامعات كتير. من يوم تخرجي سنة 1982 وحتى حصولي على الدكتوراه في سنة 93 من القرن الماضي، اشتغلت في جامعتي وما كانش عندي اي طموح ان انا اسافر في الخارج واتعامل مع ناس تانية غير اللي انا عشت معهم في بلدي. لكن قدر الله سبحانه وتعالى قدر لي ان انا أخرج في رحلة طويلة استمرت حوالي 20 سنة. اشتغلت منها 17 سنة في الدول العربية بصورة دايمة، و3 سنين بصورة زائر ليستقر بها الحال في بلدي سنة 2014 بعد جولة طويلة في عدد من الجامعات العربية في ليبيا والسعودية وبعض المراكز الطبية في الإمارات. وقعدت في بلدي، كنت وقتها عمري حوالي 55 سنة، ورجعت أدرس لطلابي في الكلية عندنا في مصر في جامعة طنطا. اندمجت مع الطلاب بشدة وطبقت معهم المنهج اللي أنا كنت بطبقه أثناء عارتي. معظم الأوقات أو أوقات كتير كنت أعدها لوحدي. فاستيقظت بداخلي عاطفة الأبوة، فكنت بعامل الطلاب كأبنائي، بالذات في ليبيا أكتر من السعودية شوية، اللي طول الفترة برقت المشاعر عند الطلاب الليبيين. بتعاملت معهم كأولادي كأب، وبدأت أديهم جنب المعلومات الطبية معلومات حياتية. حققت في الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى نجاح طيب جدا. ولما رجعت لمصر وبدأت أشتغل كان نفس المنهج اللي أنا اتبعته بره هو المنهج اللي تعاملت بيه مع طلاب هنا، اللي هو الرحمة والحنان والرفق والشفقة اللي شفتهم بيأدوا إلى نتائج أجمل بكثير من الشدة والقسوة والتعنيف والتأنيب. فلقيت الطلبة قربت مني وبدأوا يبوحوا لي بأسرارهم بصورة أنا ما كنتش أتوقعها. مش كده وبس، بدأوا يكلموني كل واحد على حدة عن مشاكله الخاصة وإزاي يحلها. ونظرا لأن وقتي ما كانش هيقدر
يتسع للعدد الكبير من الطلاب إن أقابل كل واحد مقابلة شخصية على حدة وأقعد معاه ساعتين تلاتة. فطلبت منهم يراسلوني على صفحتي على الفيس سواء على الخاص أو على العام، وأرد عليهم الردود تكون ردود معلنة للي يوافق طبعا، علشان تكون يعني دليل للي عنده نفس المشكلة ديت يحاول يحلها. اكتشفت ان انا وانا برد عليهم ان خبرتي الطويلة في الحياة اللي كان اغربها تجارب مش ناجحة، تجارب اقل ما يقال عنها انها يعني فاشلة، اكتشفت ان التجارب ديت هي رصيد جيد للخبرة اللي انا يعني اكتسبتها، وبدأت أنقل الخبرة ديت للطلاب كبس حي لحلول مشاكلهم على الهوا، كأني كنت أقرأ من كتاب مفتوح، وخصوصا لما لقيت تجاربهم تشابهت كتير مع التجارب بتاعتي، ولقيت الموضوع سهل جدا. فمعظم تجاربهم أنا مريت بيها، فبدأت أنقل لهم اللي أنا عارفه واللي انا مريت بيه، ودهشت جدا لما لقيت النتائج في منتهى الروعة والجمال، ولقيت طلبة كتير كانوا على وشك انهم يتركوا الكلية او ينتحروا يعودوا للحياة من جديد ويمارسوا حياتهم بطبيعية ويتفوقوا ويحرزوا اجمل النتائج. ساعتها استشعرت الآية القرآنية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيلت إن أنا بالنصايح البسيطة اللي بهديها لطلابي هي حياة ليهم، بيصحوا ويستفيقوا من اليأس ومن الإحباط ويبتدوا للحياة متفائلين، غيرت حياتهم بدرجة كبيرة. مكانش طالب ولا اتنين ولا عشرة ولا مية، ده أعداد الطلاب وصلت أرقام فلكية، وبناء على مناشدات كتير من الطلاب كانوا بيستغربوا ازاي انا اكتسبت الخبرات دي كلها في الحياة. هم طبعا ما يعرفوش عني سوى ان انا رئيس القسم او استاذ كبير في قسم التشريح في كلية طب طنطا، فتعجبوا ازاي انا بعرف حلول لمشاكلهم اللي كانت تبدو مستعصية. ده طبعا انهم كانوش يعرفوا عن حياتي الا الجزء اللي هم شايفينه حاليا وانا عندي 55 سنة، ما كانوش يعرفوا الجزء الاول يعني الايه اللي هو اعمق تجارب واكثر اثرا، الجزء اللي صار شخصيتي وبناها بتقدير الله سبحانه وتعالى ما كانوش يعرفوه. فطلبوا مني ان انا يعني ايه اكتب لهم سلسلة عن قصة حياتي، علشان اللي هو ما قدرش يقعد معايا مباشرة ويتعلم مني هذه التجارب عسى ان هو يقراها. فكتبت في الحقيقة حياتي، انا لما بدأوا عرضوا عليا الاقتراح ده بدأت اكتب، فلقيت ان عندي اسرار هكون في حرج شديد لو قلتها، اسرار كبيرة جدا وخطيرة ويعز على أي إنسان أنه يبوح بيها، أسرار في أعمق أعماق نفسي وفي أخص خصائص صفاتي، أسرار مؤلمة وأحداث حزينة يستاهل إنسان أن يواجهها بينه وبين نفسه. فكانت أمانة الكلمة بتحتم علي، إما أن أذكر الحقيقة والوقائع كما حصلت
أو إن أنا ما أكتبش من الأساس وأعتذر. وفي الاعتذار يعني ربما يكون حل مقبول، ما فيش في علي ملامة. لكن لما لقيتني إن أنا أعتذر، طب ما أنا هموت وسر ده هيروح معايا، وإيه الفايدة علشان شوية حرق في نفسي؟ فقررت إن أنا أكون قاتل، أقتل إحساس الحرج جوه نفسي، إحساس الخجل من المشاعر اللي أنا كنت مخبيها. قررت إن أنا ما أعيش لنفسي، إن يكون حياتي كتاب مفتوح للي يحب يطلع منه على مواقف أكيد هتقابله زيها وهيمر بيها، عسى أن يستفيد منها. فقررت إن أنا أكتب حياتي، قصة حياتي بمنتهى الأمانة، وأحدثها كما حصلت من حياتي. كان في جزء أنا ما افتكروش، ده أنا عرفته بعد سنين طويلة جدا، بعد 40 سنة عرفت تفاصيله من والدي وكبار إخواتي بعد ما والدتي توفت، لأن والدتي كانت فرض حصار شديد جدا، حصار إعلامي عليا علشان ما أعرفش الأحداث المرعبة اللي هي مرت بيا وأنا طفل صغير. فرضت حصار صارم، وكانت والدتي سيدة شديدة جدا، فرضت حصار على إخوتي إن محدش يكلمني، فمعرفتش تفاصيلها غير من والدي بعد ما والدتي توفت ب10 15 سنة، كنت أنا على أبواب 50 وقتها. ومن الأحداث ما عشته أنا بنفسي ومتذكره جيدا مرحلة الصبا ومرحلة الشباب والمراهقة وما بعدها من مرحلة الرجولة ثم الكهولة ثم الشيخوخة اللي أنا فيها حاليا. المهم أنا بعد ما أخدت هذا القرار وقلت فعلا لازم أكتب، بدأت أكتب قصة حياتي. قبل ما أحكي على القصة كنت عاوز أقول مقدمة، المقدمة ديت كتبتها، القصة اخترت لها عنوان باسم اللحظة الأخيرة. هي قصة حياتي من كتف أمي إلى كرسي الأستاذية ورئاسة أقسام التشريح بمصر وخارج مصر والوصول إلى أعلى منصب أكاديمي. قصة طفل عاش أول 5 سنين في حياته مقعد نائم لا يتحرك، مستلقي على جانبه. 5 سنين مفيش حركة، إلى بعدها ب50 سنة كنت وصلت لمرتبة الأستاذية، وده أعلى منصب أكاديمي في مصر والعالم. بداية للي مش عارفني أدي تعريف سريع بنفسي للي ما قابلنيش قبل كده، أنا مجدي سعيد مصطفى محمد عبد الرازق، أستاذ التشريح وعلم الأجنة بكلية طب طنطا ورئيس القسم السابق بيه. ولدت في طنطا بحي القرشي شارع الجلاء 12/3/59. الشهادة الجامعية بتاعتي دكتوراه التشريح والأجنة سنة 1993، بالإضافة إلى ماجستير في التشريح سنة 1989، وبكالوريوس الطب والجراحة
الجامعة طنطا في ديسمبر سنة 82. دي الشهادات اللي أنا حصلت عليها. أما المناصب اللي أنا تولتها، فكنت رئيس قسم التشريح بكلية طب جامعة طنطا، وكنت أستاذ التشريح في كلية الطب في جامعة طيبة في المدينة المنورة في السعودية، وكنت أستاذ ورئيس قسم التشريح في كلية طب جامعة عمر المختار في ليبيا في طبرق، وكنت أستاذ التشريح في كلية الطب بجامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي في ليبيا. ده اختصار لإيه؟ للمناصب اللي أنا تولتها. دي مؤخرا بعد ما بقيت إنسان آخر. طب لما كنت إنسان معوق كانت إيه؟ أنا أحب أقول المقدمة دي ربما بتلخص لحياتي كلها في بضع سطور. حياتي كانت سلسلة من الأحداث أصاغت وشكلت نفسية طفل معاق عاش في إحدى بلاد العالم الثالث، في مصر، في مدينة طنطا. قدر الله سبحانه وتعالى له إن يرقد 5 سنوات رائد مصاب بمرض خطير من بعد ولدته بقليل، ولما الله سبحانه وتعالى أراد بطريقة إعجازية قام الطفل فجأة وتعلم وحصل على أعلى الدرجات العلمية، واستطاع بقدر الله سبحانه وتعالى أن يتغلب ليس فقط على المقومات أو معوقات البيئة من حواليه، لكنه بقدر الله استطاع أن يتغلب على معوقات الجسد المسخن بجراحات الأمراض. القصة دي مليانة دروس وعبر وعظات وتجارب، بعضها كان ناجح والآخر كان فاشل. هذه التجارب جعلت لهذا الشخص رصيد إنساني منعه أن يتعثر بعوائق وحواجز الحياة التي كانت تتكرر دوما رغم اختلاف الأشخاص والظروف. خلاصة التجربة إن من الصعب على الإنسان إنه يسبح ضد التيار لفترة قصيرة، لكن من المستحيل عليه إنه يسبح ضد التيار لفترة طويلة. أما المعجزة إن يقضي عمره كله يسبح ضد التيار، إلا في حالة واحدة، إذا كانت في هناك قوة قاهرة أقوى من ذلك التيار تساعده، تاخد بإيده وتمنعه من الغرق وتسلمه للهدف اللي خلقته من أجلها. دي ملخص أيام حياتي وما صادفني فيها من معوقات جعلتني أسبح دائما ضد التيار، لولا عين الله السيرة وقوته القاهرة التي كانت ترعاني وتأخذ بإيدي في اللحظة الأخيرة قبل المغرب علشان توصل لي الهدف اللي قررته ليه. ده ملخص لقصة حياتي. كل اللي برجوه من الله سبحانه وتعالى وظني بيه انه هيفعل، انه ما يسيبنيش في ايام حياتي الاخيره بعد ما ضعف بدني ووهنت قوتي زي ما سابنيش في اول حياتي وانا طفل صغير ماليش حول ولا قوه. فكل انسان على وجه هذه الارض
واجهته لحظة أو لحظات كان مصيره فيها على المحك، وربما كان على خطر كبير، ولكن في لحظته الأخيرة يجد إيد بتمتد إليه في رفق وحنان وتنتشله قبل الغرق. اللي بيكلمكوا ده مر بكتير جدا من الأحداث ديت، وشفت الموت فيها رأي العين، ورجعت للحياة علشان أحكي للمقربين مني التجارب اللي أنا مريت بيها. ما كنتش أتخيل في لحظة إن أنا أعيش وأحكي التجارب بتاعتي لغيري من الناس، إلا إن إرادة الله سبحانه وتعالى أرادت أن تمد بعمري بعدما تنبأ جميع الأطباء اللي أنا عرضت عليهم إن الموت هو المصير الوحيد والأكيد لهذا الطفل المصاب بكوكتيل أمراض من الصعب إنه يفلت منها. مش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى مد في عمري وهيأ لي وسائل الاتصال علشان أحكي لغيري القصة والتجارب اللي أنا مريت بيها، وفضل الله سبحانه وتعالى عليا. بعد ما قررت إن أنا أكتب قصتي بهذا الشكل، مشيت من البيت وأنا متحير. أنا خلاص أخدت قراري، لكن تبقى في النهاية عاوز حد يقول لي يلا، عايز أخد الموافقة. فروحت أزور أكبر إخواتي البنات، وأتكلم معها وأحكي وأسيب سياق الحديث يجرنا للمكنونات اللي في قلبي. فكان الحديث بينا عن هموم الحياة وأوجاعها، فأنا كلمتها عن بعض يعني إيه الوضع اللي أنا فيه حاليا، وكلام الطلبة وإصرارهم إن أنا أكتب قصة حياتي علنية. وقلت لها أنا بصراحة حاسس إن أنا متضايق وزعلان وقلقان ومانيش عارف أعمل إيه، إديت وعد وإديت كلمة وخايف أكون مش قدها. فقالت لي كلمة كانت البداية إن أنا أبتدي أكتب قصتي، قالت لي مالكش حق يا مجدي تزعل أبدا، وانت حياتك كلها معجزات، وإيد ربنا كانت ممدودة ليك دايما بتحفظك وترعاك. وصارت تحكي لي قصتي مع المرض من بدايته وأنا في الشهر العاشر من حياتي بعد الولادة، يعني ما كنتش تميت سنة. وصارت تحكي لي على الفاجعة الأولى اللي أنا مريت بيها وأنا في السن دي. إن شاء الله أكمل معاكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.